مشروعات المدن الجديدة اللي بتتعمل. أنا بس عايز أقول لحضراتكم لما برضو أثير وتقال هل هو ده الأولوية والكلام ده كله، حضراتكم ارجعوا لمطبطة مجلس الشعب في بداية الثمانينات. كان أعضاء مجلس الشعب استدعوا وزير الإسكان في هذا الوقت المرحوم حسب الله الكفراوي، وقالوا له هو إيه جدوى أنك تعمل مدن العاشر من رمضان وستة أكتوبر والسادات وبرج العرب والشيخ زايد والكلام ده ملهاش لازمة. النهاردة هذه المدن بتستوعب 10 مليون مواطن مصري، ده غير كل الصناعة اللي في مصر بقت موجودة في هذه المدن. هقول لحضراتكم لو ما كانتش المدن دي اتعملت، ممكن حضراتكم تقولوا لي كيف كان سيكون شكل مصر؟ كان ال10 مليون دول كانوا هيبقوا على فين؟ كانوا هيبقوا على الأراضي الزراعية، وكانش هيبقى عندنا الصناعات اللي موجودة. المدن اللي احنا بنعملها النهاردة هي مدن لولادنا الفترة الجاية، دي النقطة اللي لازم كلنا بنعملها، وهي دي اللي هتبقى المكان اللي احنا بنقول لازم عشان نستوعب الزيادة السكانية يتحركوا فيها. لكن كل هذه المشروعات القومية مع احتياجنا الكبير ليها عملت شيء مهم جدا، خلقت أكتر من 5 مليون فرصة عمل.